تمر السنوات وتختلف الأزمنة، لكن يبقى التاريخ هو الوحيد الذي يطل بظلاله بين الفترة والأخرى ليكشف لنا عن ذكريات جديدة يفتخر بها القائم بتلك الحقبة التاريخية، ويظل في هذه الفترة وما بعدها أجيال تفتخر بهذه الذكريات. في ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة يجب أن نرحب في البداية بضيفنا الكريم، ذلك المقاتل البطل زرلول وهبة. بعد التحية، أعتقد أن ليس هناك قيمة كبيرة أكثر من أن تكون عضوا مشاركا بقوة ومقاتلا في مثل حرب اكتوبر المجيدة. طبعا دي الواحد بيحس بكل الفخر، مشترك في تحرير الأرض كانت مغتصبة، مشترك في فترة كانت صعبة جدا على الشعب المصري بعد احتلال سيناء وبعد نكسة 67، وان احنا نحقق امل النصر واسترداد الارض بتاعتنا. احنا كان موقع عبارة عن 9 أو 10 افراد، انا حكمدار الموقع، بنبات في منطقة، الناس تحمينا احنا بالليل. كنا مثلا في اول ايامنا كنا في اللواء السادس مدرع في السويس، ده بنبات فيه بالليل، والساعة 4 الصبح قبل طلوع الضوء أو الفجر يعني العربيات تاخدنا، بتوزعنا على المواقع، كل موقع وموقع بينه وبين تاني 1.5 كيلو، عشان ده احنا واخدين قطاعات مواجهة لحماية الجبهة بالنسبة للهجوم، أي هجوم طيران. احنا بنقعد في الموقع من قبل طلوع الضوء، يعني من 4:30 الصبح لآخر ضوء على الساعة 7-8 جنيه. طب هم لماذا أطلقوا عليك لقب صائد الطائرات؟ هو بالنسبة للصائد إن أنا كفرد بستخدم الصاروخ اللي هو صاروخ الكتف. كويس. هم يحددوا لي بس الهدف في حتة وأنا أنشن وأشتبك معاك زي البندقية بالظبط. والحمد لله أنا ليا الشرف إن وقعت طيارتين، واحدة يوم 30/6/70 واحدة يوم 10 اكتوبر في حرب 73. كانت بتبقى فرحة بقى. فرحة ايه؟ ده طيارة. الطيارة دي شوف ثمنها كام؟ وجودها كان هيعمل ايه؟ ولو ما وقعتش كانت هترجع تعمل ايه؟ في هجوم تاني؟ وبعدين أي هجوم طيران الطيارة بتسبب خسائر جبارة. وسعر الطيارة أياميها كان سعر رهيب بالنسبة بالمقارنة للصاروخ بتاعي. أيام الحرب أيام أعتقد كانت كلها ذكريات، لكن أنا حابب أسأل حضرتك في أكتر يوم ذكريات سواء كانت مؤلمة أو جيدة في تاريخ زغلول وهبة في هذه الحرب. أكتر يوم أثر فيا اللي هو يوم 30/6/70. كنا لسه بقالنا 4 أيام في الجبهة وما نعرفش حاجة عن جو الحرب ولا الضرب ولا الرعب اللي بقى موجود في الجبهة. عساكر لسه مجندين أول أيام ليهم هناك. التلات أربع أيام الأولين دول كان صوت الضرب، المدافع، هجوم معرفش فين، قنابل، أصوات رهيبة كانت بعيدة عننا. ونقول يا ترى إيه اللي بيحصل؟ يا ترى إيه؟ بس إحنا كنا في منطقة الجفرة ديت في السويس، سامعين ده كله زي مكان الخياطة، عارف مكان الخياطة؟ 100 مكنة خياطة مثلا ايه ده؟ يا ترى هيجي لنا احنا الحاجات دي؟ ولسه ما كملناش 20 سنة. بنبص يوم 30/6 بقى الصبح رايحين المواقع قبل ما النهار يشقشق، لقيت واحد واقف في المواقع بتاع فوق التبة. انا حاكم دار الموقع بكلمه بقول له انت بتعمل ايه يا وحش؟ انا بحسب عسكري. بقول له ما فيش، اصل احنا الموقع بتاعنا عباره عن حفر. بقول له في ايه؟ قال لي يا ابني المنطقه دي هتنطلب النهارده على طول. الكلام ده قبل الفجر ما يشاش الساعه 5 الصبح بس. قلت له انت تضرب ازاي؟ ما قال ده احتمال كبير الطيران الاسرائيلي يضرب المنطقه النهارده. الجدعانه يا اولاد وشد حيلكم وفتح عليكم. ومشي. ترد لما دخلت دي فوق مدى الصاروخ بتاعنا. يعني انا شفناها بالصدفه بس راحت تضرب فين؟ حته في الروبيكي، منطقه اسمها الروبيكي اللي عند العاصمه الاداريه الجديده. صدقني قعدوا يضربوا الـ8 طيارات دول في حدود 3-4 دقائق
المخازن قالوا ما نعرفش احنا، انا مستجدين في المنطقه. عرفت بعد كده دي كانت مخازن تموين وتعيينات الجيش الثالث في جيبوتي. هم قصدوها وضرب ضرب، وهم راجعين الغل بقى جه في فجاه. انا بقى ايه ده يعني شتيمه تعرف ولا غل ما تعرف يعني. المهم ثورة ببص المصري. ثورة الرجل المصري. صدقني والله العظيم هو ده اللي حصل. ببص لقيت الطيارات راجعة منخفضة، ودرجة أنا لما شفت شايف الطيارة واطية أول مرة أشوف بعيني طيارة مموهة صاعقة. السكاي هوك دي بيني وبينها في حدود 40 متر أو 50 متر، وارتفاعها فوق 50 60 متر أو 70 متر. هي نازلة طيران واطي عشان تهرب من اي حد يشوفها او الرادار يكتشفها. قعدت اشجع نفسي بقى اكمل الزغلول كده عشان اللي ماتوا دول، ما انا يا ترى موتوا قد ايه؟ يا ترى خربوا قد ايه؟ انت جات لك المعلومه ان الناس ماتت في ما قدامي بقى، ما انا شايف النار. انا بيني وبينهم 7 10 كيلو مثلا، شايف النار والضرب للسماء. قعدت اشجع نفسي لغايه لما الطياره جت في مجال في المدى بتاعنا، نشنت وضربت الصاروخ. طلع لقيت العيال بقى زمايلي جم لما العمليه دي وقعت الله يخرب بيكم، ده انا ضربت من غير اوامر، من غير ما حد يقول لي اشتبك ولا حاجه. وقلت مستقبلي ضاع وبتاع. المهم ايه، الحمد لله وقعت الطياره. ولما رحنا نبيت في اللواء السادس مدرع ده بالليل، عرفت ان هم قصروا الطيار بتاعي وعملوا معاملة الحسنة لما مسكوه. وطيارة فانتوم وقعت في نفس الهجمة اللي رفعت علي العراقي زميلي ده، وقعدوا بقى فرحة بقى في اللواء. أكتر حد أثر شهادته قدام عينيك؟ أنت تفكرني بناس أعزاء مخلصين غاليين عليا جدا أنا فقدتهم. مين هم؟ الفصيلة بتاعتنا، فصيلة 18 19 واحد من الفصيلة بتاعتي استشهدوا. 18 أو 19 أكتر كمان ما أعرفش. فصيلة 39 من السرية الثالثة من الكتيبة 523 دفاع جوي سام 7. إحنا كفصيلة كنا مع بعض من أول طلوعنا على الجبهة من 25/6 أو 26/6/70 لحد شهر 8/73. في شهر 7/73 أنا جالي دور ملاريا، تعبت واتحجزت في مستشفى الصلاحية الميداني خيام تحت شجر المانجا كده. زمايلي في الفصيله 39 كانوا كلهم يجوا لي يزوروني بعد ما يجوا من المواقع. المهم قعدت في عدة اسبوعين في المستشفى ديت، وبعدين الدكتور ادالي اجازه شهر عشان ارتاح في البيت ويولوني في الاكل بقى او حاجه زي كده. المهم رجعت انا في أول شهر 9/73، رجعت على قاعدة الكتيبة عشان هم اللي بيودوني مكان الفصيلة، عشان احنا دايما متعرجين من هنا لهنا. احنا في فترة التجنيد قعدت في حدود 47 48 منطقة في الجيش. الفصيلة بتاعتك راحت دخلت طلعت مشروع، مشروع حرب، عشان يكملوا الفصيلة بتبقى فيها 6 رومان، الثلاث مواقع 6 رومان، كل موقع فيه 2 رامي. انا كرامي وحكمدار موقع في اجازه مرضيه، وفي رماه برضو كانوا في اجازه عاديه. قام كملوا لازم الفصيله تكمل في المشروع. خدوا واحد مكاني اسمه مجدي ابو اليزيد الجوهري من فصيله 41 مكاني عشان نروح مشروع. المشاريع دايما تطلع اسبوع 10 ايام حاجه زي كده ويرجعوا تاني. قال لي هتروح روح انت مكان مجدي، ومجدي لما يجي يرجع مكان. ماشي. شهر 9
عدى شهر 9 ما جوش، الحرب قامت 6 اكتوبر وانا مع الفصيله 41. قام ايه والحرب خلصت 24 اكتوبر. يا اخوانا الفصيله بتاعتي فين؟ في لا كان في طبعا اتصالات لتليفونات محمول ولا تليفونات عليه طبعا. ولا ده الجواب كنت ابعته لابويا يوصل بعد شهرين ويجي لي بعد شهرين الرد مثلا. عرفنا بعد كده انهم التحقوا على قوات الابرار الجوي ونزلوا خلف خطوط العدو، وفي طيارات كتيره اتضربت واقف الجو، ومنهم اللي نزل اتحرق بقواذف له، من ضمنهم مجد الجوهري اللي راح مكانه. يعني ديت من اصعب اصعب لحظات. نقرب ناس ليك وعسهم يروحوا في لحظه. فضل الوطن طبعا المقاتل زغلول الوهبه، احنا لو قررنا ان احنا نكمل معاك كل القصص والذكريات التي تحدثنا عنها هناخد كتير وكتير وكتير من الوقت. في النهايه بقول لحضرتك كل سنه وانت طيب، كل ذكريات وانت بخير، كل حرب وانت طيب دايما وخير، وبكل ما تملك من ذكريات واحلام المصريين دائما في خير. شكرا جزيلا يا فندم، كل سنه وانت طيب. الله يخليكم، متشكرين. وبعدين لازم اوجه الشكر للي هم دوروا علينا وطلعونا. البطل المقاتل زغلول وهبه، كل سنه وحضرتك بخير. يعني اذا كانت هذه قصه من قصص حرب اكتوبر المجيده، فما زال التاريخ يكتب ويسطر قصص اخرى من ذيل هذه الحرب. كل سنه ومصر وشعبها وجيشها بالف خير وصحه وسلامه. شكرا جزيلا محمد ابو شنب لتين تي في. واموت اعيش ما يهمنيش اموت.